عامر يا اخوي هذا رسام لي. قلت لك ما صدقتني، والحين ما لنا الا خطه احمد ولا بنموت باي لحظه. شو ما صمت قبل او تاخي شانكت مولدوفا. واخوياك ذولا يقدرون يساعدونا؟ نحن عصابة منافسة لعصابة أرنولد، مستعدين نعمل أي شيء لنتخلص منه. عامر هذا مجرم زيه زيهم، لا تصدقه، لا تثق فيه. لو كلامك صحيح ما كنت ساعدكم تهربوا من السجن، ورح ساعدكم لتدخلوا لبيت جاك. متأكد انه في كاميرات مراقبة جوا، والسلاح علي. تركي، ما هو بنت تقول انك حافظ بيت جاك شبر شبر؟ صحيح. أجل مشينا. مدير سامي قاعد يسوق لي كار كوير تيبا ظنك في حد هنا؟ ما بعرف، بس خليكم حذرين لبين ما نوصل لغرفة المراقبة. يلا مشينا. أقول يا شباب، أنا أعرف مكان غرفة المراقبة، خلوكم وراي.
الحمد لله هذا دليل براتي ولقيناه. إيه بس أخاف إذا سلمتهم إياه يتلاعبون فيها ويخفون. لا أنا تعلمت الدرس وأعرف من أسلمه له. يلا مشينا. يلا يلا.